انا بحب التي في جدا 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 جدا، بس انا خدت عهد على نفسي ان انا مش هرجع غير حاجه تفيد الناس، اوكي، وحاجه بقيمتي، وعمري ما هغلط. انا فضلت سنتين بغلط وبقول لا بكره هيتحسن، لا بكره هيتحسن، فعمري ما هرجع للغلط ده تاني. مش معنى ما يبقاش في حاجات مباعه، لكن بالعقل، لكن مش مديها 1 لـ60 حاجات مباعه. فمش عايزه اعمل ده. هو ونفسي طبعا ارجع الميديا ده اكيد، ولكن اللي حبيته اكتر دلوقتي حبيت السوشيال ميديا. عارفه حبيت السوشيال ميديا ليه؟ لان حسيت ماي بيبي، يعني بتاعتي انا، انا حره من كتر القيود اللي ضغطت عليا في السوشيال ميديا. انا حره، انا البيج، لا البيج بتاعتي، انا هعمل اللي انا شايفاه صح، وهقول اللي انا شايفاه، وهدي التب، مفيش رقيب فوق دماغي. فده اللي محببني قوي في السوشيال ميديا، واكيد التفاعل. ويمكن انا صفحاتي لحد دلوقتي مش بالعلو اللي هي المفروض تكون فيه، اوكي، لكن التفاعل رهيب. فمعنى كده ان كل واحده على السوشيال ميديا بتاعتي بتتفاعل معايا اكتر من كده. التفاعل، التفاعل اللي هو ايه؟ مش واحده كليكت بس وقعدت تبص من الشباك، لا، التفاعل اللي هو الناس بتاخد وتدي الانبوكس بتاعي مفرقع اصلا. يعني انا وما بخليش حد يمسك الانبوكس غيري انا، يعني في 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 الحمد لله معايا تيم بيساعدني بره، لان لا يمكن اقدر اعمل ده لوحدي. بدلهم التعليمات وبيبعتولي وهكذا، لكن انا مستلمه الانبوكس، لان الانبوكس بيبقى بيرسونال او اسئله كتيره انا عايزه ارد عليها. طالما انت بعت لي انبوكس يبقى انت بعت لي انا، انت مش بعت لحد تاني، فانا مش عايزه اي حد يخش على الانبوكس عندي. والله بخطط ان يا ربي ولادي كويس، ان اعلمهم كويس، ان هم يبقوا قريبين من ربنا. برضو دي نقطه مهمه جدا، لان الجيل الجديد ده رهيب، وانهم يكونوا في احسن صحه وينجحوا وبسطهم وبس. ما عنديش، انا مش شخصيه بتاعت تخطيط قوي، انا شخصيه بركز في اللي بعمله، وحاجه opportunity بتيجي باخدها، يعني فاهمه، يعني بسيبها دايما على الله، ما بجريش ورا حاجه. هو ربنا على طول على طول حطتني في سكة حلوة. اللي دخلتني على التيك توك في الأول خالص 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 بنتي، حتى هتلاقوا تحت كده 3 حاجات بغني وبعمل مع ولادي، 3 فيديوهات. وبعد كده قلت لها دورية بقول لك ايه، انا لا بتاع التيك توك واللي انا بعمله ده انا مش حباه، واتقطعت. انا دخلت على التيك توك تاني اكزاكتلي من قبل رمضان او في رمضان، اوكي، لا اللي مش هعمل الحاجات دي. ممكن اعمل حركات بس مش، بصوا يا جماعة، امينة لما هتقدم حاجة هتقدم حاجة هادفة، ولا مش هقدم.